ايوه عمل جماعي. واحنا في مصر مستعدين مع اشقائنا، واحنا قلنا الكلام ده خلال اللقاءات اللي فاتت، ان احنا مستعدين ان احنا نتعاون ما امكن. احنا دولة برضو ليست لدينا قدرات اقتصادية ضخمة عشان نستطيع ان نقدم دعم شامل في مواجهة الارهاب، لكن ما امكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والاسلحة والذخائر المتاحة اللي ممكن نقدمها لاشقائنا في دول الساحل والصحراء. الارهاب لن نستطيع ان نواجهه الا بعمل جماعي، ليس فقط بواسطة الدول اللي هي بتواجه الارهاب، ولكن بكل الدول الافريقية بل والعالم كله. دي نقطة. النقطة الثانية بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لينا بشكل أو بآخر. وأنا مش عايز أتكلم بشكل أكبر من كده، لكن لابد أن احنا يكون لينا رد جماعي في مواجهة الإرهاب ورد حاسم مع الدول التي تقوم بدعم هذا الإرهاب، لأنها الجماعات الإرهابية لم يكن لها القدرة ولن يكن لها القدرة مع ما حصل أنها تقاتل بالشكل ده إلا إذا كان بيتقدم لها دعم ضخم مادي وعسكري ومعنوي كمان. فأنا بتكلم في النقطة دي. أرجع بقى لمنظومة السلم والأمن الإفريقية. لدينا منظومة بالفعل، مجلس السلم والأمن الإفريقي، لدينا القوى الإفريقية الجاهزة، لدينا لجنة الأركان الحرب، لدينا آلية الإنذار المبكر والسياسة الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية، لدينا صندوق السلام، ولدينا لجنة الحكماء. إحنا متحركين في هذا الإطار إن إحنا بنقول لابد من أن نعزز من قدرة القوة الإفريقية الجاهزة حتى على مستوى الأقاليم الجغرافية، حتى تستطيع أن تقوم بمساهمات لصالح إقرار السلام والمساعدة في مواجهة التحديات الأمنية التي تجابه القارة. نحن في مصر خلال هذا الشهر سيتم عقد مؤتمر لصالح عمل توجيهات بواسطة لجنة الوزارية للأمن والدفاع عشان تنظر في التوجيهات الاسترشادية التي تحكم عمل هذه القوة. اللي أنا عايز أقوله عشان لا أطيل عليكم، نحن لدينا القدرات التي نستطيع معا أن نجابه بها تحدياتنا، ولا نتصور أن التحدي اللي موجود في دول الساحل والصحراء. أنا عايز أقول أن كان عندنا في مصر تحدي كبير قوي، وكنا مش بقول الكلمة دي معناها أن احنا نتخلى عن بعضنا البعض، لكن كنا لوحدنا. مصر كانت لوحدها وما زالت لوحدها تقاتل بالنيابة عن العالم كله الإرهاب، في مش بس في سيناء زي ما الناس كانت متصورة، ولكن أيضا في الحدودنا الغربية على مواجهة ليبيا اللي احنا أول من تضرر من الموقف اللي حدث في ليبيا، واللي احنا بندعو وبنتحرك عشان سرعة إنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعا. لكن اللي أنا عايز أقوله في هذا الأمر، تستطيع معا مرة تانية إن احنا نواجه هذا التحدي، تحدي الإرهاب اللي هو الحقيقة بيؤثر على قدرتنا الاقتصادية وبالتالي قدرتنا على التنمية وتحقيق أمال شعوبنا بيتأثر بيها، لكن ليس لنا خيار غير أن احنا نتحرك مع بعضنا البعض. وكل الدول التي لديها هذا التحدي أنا بقول لكم وبعلن هنا قدام الجميع، مصر مستعدية أنها تساهم ما أمكن في دعم هذه الدول في مواجهة هذا الإرهاب. وبدعوا، واحنا يعني في كلام بيتم دلوقتي تحدثت فيه مع يعني قادة الدول اللي موجودة معانا النهاردة في هذا الأمر، ولن نتحدث فيه علنية حتى يتم بلورته بشكل قوي، ولكن عايز أقول ان احنا قادرين على ان احنا نواجه هذا الأمر وننجح فيه. والمسألة اللي بي في القريب ان شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة نكون أوجدنا حل ليها، حل شامل فيما يخص، وهذا الحل حل سياسي بالطبع عشان تبقى بؤرة الإرهاب اللي بتتم دفع المقاتلين والذخائر والأسلحة من خلالها إلى دول الجوار بما فيهم مصر تنتهي بشكل كبير. أنا متفائل، اسمحوا لي أن أنا
كرئيس الاتحاد الافريقي وخلاص انا على مشارف انتهاء دورتنا. ما تحقق خلال السنين اللي فاتت وخلال رئاسة مصر الاتحاد الافريقي جيد، وسنستمر حتى بعد تسليم هذه الرئاسة لجنوب افريقيا في دعم جهود الاتحاد الافريقي في هذا المجال. شكرا جزيلا.